ما التعليق؟ إذن قلت مواصلة للحصة الأولى نواصل محاضرتنا. كنا قلنا بأن هناك يعني في العادة الطرق في ترتيب المراجع، ترتيب بحسب الأهمية، ترتيب بحسب التخصص، وترتيب بحسب الحروف، يعني سواء كانت أبجدية أو هجائية. وقلنا أنه لما نكون أمام مراجع باللغة الأجنبية، إذا هنا راح يكون تقسيم مراجع باللغة العربية ثم مراجع باللغة الأجنبية. وهذه كما ستلاحظونها في الفيديو الذي أرسل لكم من قبل، هذه مختصرات يعني باللغة الفرنسية، خصوصا الذي يستعمل المراجع والهوامش باللغة الفرنسية، يعني نجد هذه المصطلحات، فهم؟ حتى لا تأخذ منا الوقت، ربما اللي ما فهمش شيء فيها ولا يمكن أننا نرجع إليها. وكان ملاحظة أخرى دائما نبهوا لها يعني الطلبة، اللي هي كتابة الرتبة العلمية، مفهوم الرتبة العلمية تاع المؤلف ولا تاع صاحب مقال ولا مفهوم. احنا نقول دائما، وهذا يدخل في اطار يعني الامانه العلميه، مفهوم، هذا يعتبر من صميم الامانه العلميه، الا وهي نقل المعلومه كما هي. لو كنت يا مؤلف داير اللقب تاعو، انت باي حق يعني تنزع عنه ذلك اللقب؟ قم باي حق تقوم ب بالله لا، اذا لا يملك الباحث الحق في ان ينزع عنه ذلك اللقب العلمي. لذلك أي مؤلف شفت أنت كاتب دكتور، كاتب أستاذ، داير علامة، نكتبها كما هي، نكتبها كما هي. كاين مؤلفين يعني لا يكتب الرتبة العلمية، لا نكتبها، يعني المهم حنايا ننقل الاسم كما هو برتبته بدون رتبة، احنا المهم نقولها كما راح. هذه بعض الملاحظات فقط أذكر بها. شو كيما هنا إذا لا توجد رقم طبعة لا نكتب أي شيء، باش كاين بعض الطلبة شفناهم يقول لك بدون رقم طبعة ولا بدون طبعة، وبزاف يكتبوا يقول لك بدون طبعة، ما يكتبش بدون رقم، لأنه كاين فرق لما نقول بدون طبعة وبدون رقم طبعة. احنا ما نكتبوش، احنا ما دام الكتاب ما فيهش رقم طبعة ما نديش كاع اصلا، ما نكتبش، ما نكتب لا رقم طبعة لانه ما فيهش، وما نكتبش بدون رقم طبعة او بدون طبعة، ما نكتبوهاش كاع، مفهوم، لانه ما فيهش، مفهوم، كتاب ما فيهش. بصح كما دار النشر البلد السنة هادو، اذا لقينا نكتبوا، اذا ما لقيناش نديروا نفتح قوس ونكتبوا بدون دار نشر، بدون بلد، بدون سنة، فهم؟ هذه نكتبوها، بصح رقم الطبعة لا، فهم؟ الكتاب مطبوع، تقول أنت بدون طبع، الكتاب راه مطبوع، كيفاش بدون طبع؟ فهم؟ وإحنا لا، إحنا لا نتعامل بالمخطوطات، فهم؟ إحنا لا نتعامل بالمخطوطات، يعني حتى المحاضرات نتاع الأساتذة هي الآن تطبع، فهم؟ ما بقاش الآن محاضرة هكا بخط اليد، فهم؟ فلذلك لأنه لا يمكن، يعني احنا قلنا باللي المحاضرات نتاع الأساتذة يجب حتى تعتمد يجب أن تمر على المجالس والهيئات العلمية للمصادقة والموافقة عليها، وبالتالي احنا في مجال الهيئات العلمية ما نوافقوش على المطبوعة بخط اليد، أصلا تسمى مطبوعة بولي كوبي، نقول بولي كوبي معناتها مطبوعة، يعني مكتوبة بالجهاز ماشي باليد، ما بقاش الآن اليد هنا، فهم؟ هذيك في المخطوطات لي مانيسكري في الأدب العربي في التاريخ في هذيك، ومخطوطات قدم يعني تاع زمان ماشي تاع دروك، ما بقاش الآن اللي راه يكتب، فهم؟ شو هنا بعض المؤلفات مثلا اللي تلقاو مثلا كيما هذا كتاب دائما، خصوصا الكتب الشرعية هذه تلقاو تحقيق، شوف تحقيق، ولا تلقاو ترجمة، شوف بعض الكتب
يعني باللغة الفرنسية ترجمت للعربية مباشرة بعد العنوان، بعد العنوان نكتبوا، نفتح قوس ونكتبوا الترجمة كما هنا. هذه أمثلة كلها، ولا في بعض الأحيان تشوف هنا نلقاو كلمة مراجع، نفس الشيء. هذه كلها تأخذ نفس الحكم، ترجمة، تحقيق، تقديم كما شفنا، مراجعة بين قوسين، مفهوم؟ هنا تشوفوا هذا كتاب مثلا ما فيش البلد وما فيش السنة، نفتح قوس نكتب بدون بلد ولا سنة النشر، مفهوم؟ ولا سنة النشر. بون، كاين بعض المؤلفات فيهم مؤلفين أو ثلاثة أو أربعة، كما هنا تشوف هنا كاين زوج، الدكتورة روزميري لامبي والدكتور دي بي دانيز مورانج، نكتبوهم للزوج. هذه يكونوا ثلاثة، قال نكتبوا الاسم الأول ومن معه هم، ولا وآخرون هم، بصح هذه نكتبوه في قائمة مراجع، ولا حينما نكتبه أول مرة في الهامش هم، هذه نذكره أول مرة في الهامش نكتبه قال أسماء مفهوم، صح. هذه تعاود المرة الزوجة قال وآخرون مفهوم. شوف حتى هذيك تاع مرجع سابق اللي تكلمنا عليها سابقا، معليش تفكرتها الآن، يعني كي انت لما تكتب اسم تاع كتاب كتبته مثلا في الصفحة الأولى، في الصفحة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ورجعت له، دير مرجع سابق كما قلنا بالصح. لو كان مثلا كاين بعض في بعض الأحيان انت كتاب واحد تكتبه في الصفحة الأولى ومن بعد ما تعاودش ترجع له حتى الصفحة 30 ولا 40، هنا أقول يفضل إعادة كتابة المرجع كلية، 32 40 صفحة صحيح، شغل ما كأنك نسيته، هذيك تاع مرجع سابق شغل ما يوليش عندها معنى. فلذلك ما دام أنت تخليت عنه يمكن نقول ولا ما رجعتلوش إلا بعد صفحات كثيرة، هنا يفضل أن تعيد كتابته أو كتابة المعلومات كلها، مؤلف، العنوان، دار النشر، البلد، السنة، الصفحة، فاهمين؟ يعني هنايا تعاود. بصح إذا الكتاب نتايا يعني حتى ولو كان هذاك المرجع كل خطرة ترجع له، الصفحة الأولى كتبته كاع، الصفحة الزوجة درت مرجع سابق والصفحة، الصفحة الثالثة مرجع سابق والصفحة، الصفحة مليح ولو قعدت مربوط بهذاك الكتاب، معليش في الصفحة العاشرة عاود كتبوه كاع، مفهوم؟ علاش؟ لأنه هذه الأمور تنظيمية ويشعر بها القارئ، هم القارئ يشعر بها. خاطر أنت من دير لي مرجع سابق، أنا ماذا بيا صادر، وهذه تصرى لنا يعني أي واحد يقرأ كتب لما يروح مثلا هذا المؤلف تذكرته في الصفحة العاشرة، عفوا الصفحة الأولى، ومازال انت في الصفحة الأولى الزوجة الثالثة مازال غير مرجع سابق، مرجع سابق غير هو، مفهوم؟ هنايا إذا هذه تلحق الصفحة الثامنة التاسعة ومازال غير هو هذاك المرجع، مليح تعاود تكتب المعلومات كلها. كاينة ثاني ملاحظة واحدة أخرى، في بعض الأحيان كاين مؤلف عنده زوج عناوين ولا ثلاثة، وأنت رجعت لهم كان اللي عنده أربعة خمسة كاع في نفس المذكرة. هنا دائما يعني كملاحظة مهمة تاني، أنا ربما ما كتبتهاش هنايا، كملاحظة أنه يعني مثل هذه المؤلفات، يعني فهمتوني، يعني مؤلف عنده زوج ولا ثلاثة ولا أربعة كتب وأنت خديت بهم كاع، هنا بالسيف عليك كل مرة لا تقتصر فقط على اسم المؤلف، وإنما لابد عليك أن تكتب اسم المؤلف وتزيد العنوان، دائما دائما تكتبها هذا، اسم المؤلف والعنوان فاصلة مرجع سابق. علاش؟ لأنه ترك عنده زوج كتوبة، أكثر من كتابين أو كتابين فأكثر، هذا يلق بالسيف عليك تذكر كل مرة تذكر العنوان، لأنه عناوين مختلفة لمؤلف واحد، مفهوم؟ فهنا لابد عليك دائما نهضر على الهامش، هذه احنا رانا في الهامش لأنه من بعد في قائمة المراجع راح تحطه هو وتحط كاع الكتب تاعه متتالية، أو متتالية إذا كانت ترتيبه يعني أبجديا أو هجائيا، لأنه هو اسم واحد غادي يطيح واحد، بس على هذا يكون بحسب الأهمية، ربما قد يفترق كما نقولوا احنا، أنت
ثلاثة كتب ولا أربعة تاوعه، كاين اللي مهم بالنسبة ليك وكاين اللي ماشي مهم. فأنت أكيد جدا راح يكون مؤلف، المؤلف المهم هو يكون في الأول، على الأغلب من أنه نفس المؤلف. إذن هذه فقط يعني بعض الملاحظات المهمة التي يجب على الباحث أن يتفطن لها وأن يركز فيها، يقوم يتفطن لها ويركز فيها. شوف هذه أمثلة حية عن بعض المراجع ما فيها لا دار نشر لا بلد لا سنة. شوف ابن رجب الحنبلي، القواعد في الفقه الإسلامي، ندير نفتح قوس قال بدون، لأنه هذه قلناها يعني هو أهم حاجة في الكتاب. واش هو؟ هو المؤلف والعنوان. ما تنجمش انت تدي كتاب ما عندوش مؤلف، والعكس ما تنجمش تدي كتاب فيه مؤلف وما فيهش عنوان، غير موثوق، كتاب غير موثوق مجهول. إذن هذا فيما يتعلق ببعض دوك يعني في الترتيب، هذا غير مثال فقط، يعني مثال عن ترتيب معين. تشوفوا مصادر ومراجع شرعية مرتبة ترتيبا أبجديا مغربيا، لأنه كاين أبجدي المغربي وكاين أبجدي المشرقي. تشوف هنا ندير هاد الملاحظة هذه هنا تحت، هاولا اتبع في تنظيم المراجع الترتيب الأبجدي المغربي، هاولا الترتيب الأبجدي المغربي. شوفوا شوفوا أبجد هوز حطي كلمن صعفص قرصود تخدود ضغش، هذا المغربي. هم وسمي مغربي لأنها طريقة متبعة عند أهلها، بخلاف أهل المشرق العربي الذين يرتبون الحروف الأبجديا بالطريقة التالية. هذا مغربي وهذا مشرقي، شوفوا ماشي كيف كيف في الترتيب. هم في الأول تقريب كيف كيف، أبجد هوز حطي كلمن، من بعد هنا شوف السين هنا يختلف، هنا السين وهذا الصاد. سعفص شوف هنا سعفض، فهم قرشد قرشت، هنا قرشت، شفتوا؟ يعني كاين اختلاف من نار، اختلاف هاولا من نار، اختلاف بين المشرقي والمغربي. هذا الترتيب يقول له الترتيب الابجدي، فهم؟ اما الهجائي واحد، الهجائي واحد، فهم؟ الهجائي تقريبا واحد. هذا غير يعني للتنبيه فقط حتى يعلم الطلبة الفرق بين هذه الترتيبات. هذه بعض الأمثلة عن تقسيم يعني وترتيب المراجع، هذه مراجع شرعية، فهم مراجع شرعية قمت بترتيبها، سأحاول إدخال بعض الزملاء الذين باش نروحوا مباشرة لترتيب أو كيفية كتابة النصوص القانونية، وهذا شيء مهم جدا، مفهوم؟ كيفية كتابة النصوص القانونية. هنا تلاحظون يعني الترتيب أبجدي، شوفوا هذا ترتيب أبجدي، يعني الاسم الأول، وخلينا من الرتبة، أنا ما أتكلمش عن الرتبة، الاسم الأول عين عين عين، شوفوا علي سليمان وإلى غيره. ترتيب مراجع القواميس والمعاجم تكتب كالمؤلفات، فهم؟ كالمؤلفات، هي صحيح نصنفوها في قائمة مراجع وحدها، فهم؟ مؤلفات، الدوريات، مذكرات، القواميس والمعاجم، بصح في الكتابة تاعها كما الكتب، لأنها هي عبارة عن كتب. شوفوا دوك هنا في المواثيق، يعني اتفاقيات وكذا، في الاتفاقيات هي تعتبر من قبيل النصوص القانونية في الحقيقة، ولكن احنا عندها طابع خاص فنسميها مواثيق وندوات دولية أو إلى غير ذلك. هذا مثال، مثلا دوك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. وحنايا احنا قلناها يعني رانا ناس تاع قانون، وبالتالي وجب علينا أن نتحرى الدقة. وقبل ما نجي نتكلموا على النصوص القانونية، نتحرى الدقة. واش معناتها نتحرى الدقة؟ معناتها آخذ المعلومة أو المرجع من مصدره. دوك أنا هذه اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين،
دوك تدخل جوجل تكتبها له ويخرجها لك يعني بالالاف. بصح انا ما نروحش الموقع تاعي مانيش عارف، نروح الموقع المعني بهذا دوك اتفاقيه جنيف هذه بشان حمايه وين. دوك لما نكتبها شوفوا، لما نكتبها راح يخرج لي دوك ندير مثلا نسخ، نروح للموقع مثلا جو هنايا غادي نكتبها، نروح للمواقع الرسميه تاع هذه الاتفاقيات ماشي اي موقع، فهم؟ لو كتبت هاي الاتفاقيه شوف دوك تخرج لي، وهذا ويكيبيديا تحتها مادام اتفاقيه جنيف الرابعه الخاصه هي يعني التي تتولاها الاحمر، مفهوم؟ هاي ولا حتى في هذا في هذا الموقع، موقع يعني دولي. معليش حنا نروحوا لهذه تاع اللجنه الدوليه لصليب الاحمر، شوفوا وهو موقع رسمي، مفهوم؟ رسمي دولي، واتفاقيه هذه تتوافق مع هذا المنظم اللي هي اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. هاي الاتفاقيه هناك تشوفوا فيها، هاي لا هذه الاتفاقيه، نص الاتفاقيه يمكن موجوده باللغه العربيه الانجليزيه الفرنسيه، يمكنكم تحميلها بي دي اف الى غير ذلك. تشوفوا دوك هنايا يعني نديها من هذا الموقع مباشره، ندي كوبي هنايا، كوبي كولي هاي لا فهم، ونجي يعني بمعنى تشوف معاهدة القانون الدولي الإنساني كلها راه موجودة هنا، فهم؟ كل شيء راه موجود هنا. إذا فأخذها، وهذا موقع رسمي هذا تاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهم؟ مثلا كاين حتى هذا الموقع هذا هنا الزوج هنايا، حتى هو على بالكم باللي جوجل، جوجل يعني جوجل هذا محرك البحث في طريقة يعني خاصة، لما تحط له أي حاجة هو يروح لك يعني المواقع، هو أصلا يروح لك للمصدر مصادر أصلا. شوالا في بعض الأحيان أنت تحوس شوية يعني في البداية تحوس، فهم؟ دوك هاك شوف شفنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نشوفوا في هذا هذه تاني، هذا تاني موقع رسمي تشوفوا، هاي اتفاقية في موقع رسمي، فهم؟ والرخاء بالتاريخ نتاعها بي دي اف مباشرة. إذا لما ناخذها ناخذ هذا العنوان تاعها هنا يا ولد، وهكذا يعني بهذه الطريقة ناخذ الوثائق الدولية. شوف أنا الآن لما نكتب الاتفاقية هنايا ونعطي كاع المعلومات نتاعها، فهم؟ أصبحت سرية. كان نكتب هنايا ها ولا الموقع الرسمي تاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ها ولا. نفس الشيء إعلان حقوق الطفل لسنة 59، نروح لجوجل نكتب يخرج لي هذا، هذا موقع رسمي، مفهوم؟ موقع رسمي نتاع جهة معينة، مفهوم؟ وهكذا يعني نفس الشيء المعهد، عفوا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. دوك هذا نروح للأمم المتحدة، مفهوم؟ يعني هاولا نديروه مباشرة، شوفوا دوك نكتبوه هنايا غادي يخرج لي الأمم المتحدة، مفروض بمعنى لأنها معاهدة دولية، طالما انها معاهده دوليه صادره عن الامم المتحده، فلما نكتبها غادي يروح يديني مباشره الامم المتحده. دوك نكتب هنايا ها ولا، دوك تشوفوا، وهذا هذا موقع تاع جامعه مينيسوتا، مفهوم؟ ها ولا هذه، ها ولا العهد الدولي، هذه كلها مواقع تاع الامم المتحده، هذه كلها مواقع خاصه بالامم المتحدة، الباكت انترناسيونال غولاتيف او دغوا سيفيل اي بوليتيك، هذه كلها مواقع خاصة بالأمم المتحدة، يعني مواقع رسمية، أنا ما نروحش الموقع، فهم؟ شوف، هنا افتح ثلاثة ولا أربعة، هاولا، معناتها الأمم المتحدة، هاولا العهد الدولي، فهم؟ نروح، شوف تاع الأمم المتحدة حقوق الإنسان. وتلقى الاتفاقية هنايا، فهم؟ أنا الآن لما ندي هذه الاتفاقية وندي المعلومات نتاعها، شوف المعلومات نتاعها وين تلقاها، هاي شوف شوفوا العهد الدولي الخاص كذا اعتمد وصديق، وهذه كاع نكتبوها يعني نكتبوها في قائمة المراجع هذه المعلومات، ومن بعد ندو هذا لو ليان الرابط هذا كوبي
انا ما نعاودش كاع نكتبو، ندير غير كوبي كولي ونحطو فهم، ونحطو هنايا نحطو في الاخير فهم، نكتبو هنايا ها هنايا نكتب له ليا الرابط، الرابط فهم هاو شوفوا هاو الرابط هنايا نديرو مع المرجع اولا تاع الامم المتحده هذا فهم، تاع الامم المتحده بون كاين يدير تاريخ الزياره وكذا، هذيك حاجه واحده اخرى كيما هنايا يعني خصوصا في معاهدات كيما هذه معروفه ما كان لها كاع نديرو تاريخ الزياره ولا يعني لا يهم ولا دات دو كونسلطاسيون. اذا هذا بخصوص مثلا اتفاقيات ومواثيق دوليه، نفس الشيء هنايا مواثيق وندوات اقليميه هذه كلها تاخذ نفس الحكم لما هذه ماشي اتفاقيه، هذا اجتماع العربي رفيع المستوى، لما نكتبوا ونديروا راح يخرج لي الموقع الرسمي تاع هذه الندوات وهذه اللقاءات الدوليه، تقارير دوليه نفس الشيء، قال تقرير خاص بالطفوله هذا التقرير ها ولا الاطفال اولا تقرير تاع اليونيسف هم راح نبحث عليه في جوجل ندخل ندخل الموقع تاع اليونيسف هم، لان علاش هي منظمه دوليه المعنيه بالطفوله وهكذا، يعني الانسان دائما يبحث عن المصدر، عن مصدر المعلومه، وهذا هو الشيء اللي ونكتب المعلومه بدقه فهم، نكتب الاخر بدقه شوفوا بعض التقارير الدوليه محليه هذه كلها نجدها في تلك المواقع. انا هنا مانيش كاتب فقط المواقع لان هذه حقيقه رساله قديمه شويه نوعا ما، يعني نجدها بالمرجع التقليد والنص المرجع تاعو تاع الجزائر تاع الغرب. الان نجي للنصوص القانونيه، هم النصوص القانونيه اللي هي يعني احنا نقول بيت القصيد يعني لانه هو هي التي نقصدها، علاش؟ على اعتبار ان نحن قانونيين، دوك رجل القانون الى حد الساعه في الحقيقه ربما مؤخرا شويه الامور بدات شويه الاخر، ولكن مازال يعني الى يومنا هذا كاين خصوصا في مذكره تاع ماستر ولا يعني تجي طالب للحق حتى الماستر يعني يقرا 5 سنين وما يعرفش يكتب نص قانوني في قائمه المراجع ولا في الهوامش، مثلا يجي يكتب لك القانون المدني مفهوم ديوان المطبوعات الجامعيه السنه وكذا، هذا انا اعتبرها جنايه في حقي، في حق القوانين مفهوم، يعني طالب تاع ماستر يجي مازال يكتب يعني تقنينات لي كود يكتبها على اعتبار انها على اعتبار انها مطبوعه، فهذا مشكل فهم، اراه مشكل، هذا قانون، هذا ماشي مطبوع، ديوان المطبوعات ولا وزاره العدل خرجته في كتاب وحطته يتباع، هذه ماهيش مشكله، بصح المشكله فيك انتايا، انتايا انك النص القانوني يجب عليك ان تكتبه باحترام القواعد والمبادئ يعني المنهجية المعروفة فهم، قواعد المنهجية المعروفة. ودائما لما نكتب النصوص القانونية احنا شوف هنا نكتب وقلت نسميها نصوص قانونية وليس مصادر، هذه دائما تاني نهضروا عليها، احنا ما نقولوش مصادر، احنا نقولوا نصوص قانونية، هذا هو التسمية تاعها لي تكست جوريديك في اللغة الفرنسية. والترتيب نتاعها دائما يكون زماني، زماني واش معناتها؟ ماشي من الاحدث الى الاقدم، لا، من الاقدم الى الاحدث وجوها ودي. يعني من القديم وجو جاي، وهذا الشيء منطقي، تغير تبدا بالقديم وتجي الجاي. ماشي العكس. جو من القديم وجو جايين. شاولا قبل ما نجو بالقديم دائما احنا نتبعوا الهرميه. فهم؟ تدرج الهرمي. تدرج الهرمي. عندنا حنايا الدساتير، نبدو بالدستور فهم هو الاول، ومن بعد الاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها الجزائر فهم، ثم القوانين العضويه، انا مانيش داير هنا قوانين عضويه، ثم عاد نروحوا للاوامر والقوانين وكذا فهم. شوفوا هنا بالترتيب هذا، نبداو بالدستور فهم، هذا فيما يتعلق بالترتيب، يعني رتبوها كما هكا الدستور أو الدساتير إذا طالب ولا الباحث أرجع إلى عدة دساتير كدستور كذا وتجي جاي
63 76 89 96 بالتعديلات نتاعو هم، وتكتبها بهذه الطريقة. يعني لما نكتب الآن دستور أنا ما نكتبش ديوان المطبوعة الجامعية، لا، المرجع والمصدر الوحيد لنصوص قانون هو الجريدة الرسمية. فنكتب دستور 96 مثلا، صادر بالمرسوم الرئاسي رقم كذا، المؤرخ في كذا، المتعلق بإصدار نص كما راهي موجودة في على هذا، ونفتح قوس ونكتب الجريدة الرسمية، هاتشو جيم را جيم جيم، معناتها الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية لسنة 1996، سنة 33، لأنه كاين فرق، هذه السنة تشوفوا 96 تاع الجريدة الرسمية، وهذه السنة 33 معناتها 33 سنة وهي تصدر، ثم فاصلة نديروا العدد تاع الجريدة، فاصلة الصفحة تاع وين راه مكتوب هذاك الدستور في الجريدة هذيك، يعني الصفحة من 60 وما بعدها، من بعد نديروا قوس ونكتبوا المعدل والمتمم، ونديروا آخر تعديل مثلا، وهكذا. أنا نفس الشيء، الاتفاقية الدولية اللي صادقت عليها، دوك حنا مادام الاتفاقية الدولية صادقت عليها الجزائر معناتها واش؟ معناتها راهي منشورة في الجريدة الرسمية. إذا حنايا هنايا نفرق، شوف هنايا قبيلة هضرنا على بعض القوانين أو اتفاقيات، ربما نقول الاتفاقيات اللي ما صادقتش عليها الجزائر نحطوها وحدها، والاتفاقيات اللي صادقت عليها الجزائر نديروها ندخلوها يعني مع النصوص القانونية، لانه علاش راهي موجوده الان راهي منشوره في الجريده الرسميه، لانه طالما الجزائر صادق على اتفاقيه معينه معناتها راهي منشوره في الجريده الرسميه، وبالتالي راهي يعني بمثابه قانون داخلي، لما تصادق عليها الجزائر بمثابه قانون داخلي، وبالتالي دخلها مع الجريده الرسميه. هم اذا اكتب مثلا هذه مرسوم رئاسي 92 491 متضمن موافقة مع تصريحات في اتفاقية حقوق الطفل، هم صادقت عليها كذا كذا، وندير الجريدة الرسمية سنة 92 كما درنا سنة 29 العدد 91 صفحة كذا، المعدل والمتمم، هم وهذا. ثم نفس الشيء يتعلق بالأوامر والقوانين، هم يعني ما نجيش نكتب أنا قانون هذا قانون العقوبات نروح ندير ديوان المطبوعات الجامعية، ولا ندير أنا ديوان وزارة العدل، لا، كما درنا الأمر نكتبوا الأمر يعني الرقم تاعو الأصلي اللي هو 66-156 المؤرخ في كذا المتضمن قانون العقوبات، نفتح قوس نديروا جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 66 سنة الثالثة العدد 49 صفحة 702، نغلق القوس المعدل والمتمم. بون هذا قانون العقوبات، على بالكم باللي تعدل أكثر من 20 مرة، احنا ما نديروش كاع التعديلات، نديرو اخر تعديل. غادي يكون نكتب البحث نروح نشوف اخر تعديل، وهذه سهله الان، يعني ماهيش حاجه صعبه. تروح تدخل جريده رسميه، راه كاين بعض ثلاثه فيديوهات ولا على الجريده الرسميه مي دايرهم، يعني نشرح الطريقه كاع تاع كيفيه قراءه الجريده الرسميه الجمهوريه الجزائريه، راه كما قلت ثلاثه تاع فيديوهات يمكنكم الرجوع اليها، وتشوفوا كيفاش تخرجوا القوانين، كيفاش موجود الى غير ذلك، كل ما يتعلق بهذه النقطه هذه. فاحنا نذكر اخر تعديل كما كنتم تشوفوا هنا بالاخضر، اخر تعديل كان بالقانون رقم 2006 المؤرخ في كذا جريده رسميه وما بعدها نقطه. لانه هذا الشيء مهم جدا بالنسبه لرجل القانون، حتى يعني رجل القانون يليق يعني دوك، لانه علاش دوك اذا كان رجل القانون ما يكتبش هذا الشيء شكون باغي يكتبها؟ باغي يكتبها تاع الادب العربي ولا يكتبها تاع المتخصص اللي راه يقرا في التاريخ؟ لا. فهذه هي الدقه التي نريدها، ان تكتب النصوص القانونيه بهذه الطريقه. الاوامر هذا مثال ثاني، الامر رقم 72-3 هذا خاص بحمايه الطفوله والمراهقه. دوك هذا لما نكتبه اللي نكتب اهم ملاحظه انه ملغى. فهم نكتبه ملغى. ومليح نزيدو نكملو، لانه حتى هذه راهي ناقصه، نكتب الملغى بالقانون، شكون اللي لغاه؟ مفهوم؟ انا ربما هنايا غير ما كتبتهاش، بصح هي مليح تكتب الملغى ب، هذه باش نكتبها هنايا ب، واكيد مادام امرك هذا الا لقيت تلغى بقانون او امر، مفهوم؟
كان مثلا الملغى نديروه مثلا 72 3 مادام باش مادام رانا يعني هذه من ايجابيات كما قلنا تاع جوجل ميت، يعني تشوفوا دوك ها ولا انا حداكم نديروها 72 3 مثلا، دخلوا اي جريده رسميه مفهوم، دوك نديروا جورا دي بي هنايا، لا جورا دي بي، دوك نديروا بحث يعني حداكم يعني بكل بساطه نديروا هذاك 72 3 ها هو لا البحث، هيا لا مباشرة نروحوا البحث هنايا، تخرج لكم هذه القائمة، نكتبوا 72 3 نشوفوا اللي يخرج لنا، ها هو لا هيا تشوفوا هذا الأمر، ها هو لا راه يبان لكم. بون هنا ما خرجش ما خرجناش الاخر، كما قلنا دائما نروحوا الرابط هنايا، هذه نكوشوا عليها الروابط باش تخرج لنا التعديلات نتاعو، ها هو لا تشوفوا ها ولا الامر يتعلق بحمايه الطفوله الملغى ب باش الغي بالقانون هذا رقم 15 12 يتعلق بحمايه الطفل. اذا احنا نديروا ملغى بالقانون هذا ها ولا ها ولا كوبي كولي ها ولا هنايا كوبي نجيو هنايا ونديروا هنايا الغي ب ها ولا معليش دوك حنا يترتب هنايا حنا رايحين نرتبوه بالقانون هنا الطريقة هنا اي شوفوا حماية الطفولة كذا، وهنا نعاود غير نرتبها نديرها كما درنا هنا جريدة رسمية جيم را جيم كذا وعدد الصفحة وصل، يعني حتى الأمر هذا كما شفنا مع الآن هذا الامر هذا نديرو ملغى، يعني هذا وهذا الشيء يعني مهم جدا. شفنا احنا شحال من المذكرات بعض الطلبه يجيبوا لك قانون يحطه لك في قائمه المراجع ما يكتب لك ملغى، ما انت ما على بالكش فهم شحال من واحد من بعد يقول لك لا استاذ ملغى، بصح اكتب، وحتى باش تكتب لي ملغى اللي قلت لي باش الغيه واش هو القانون اللي يلغاه، حاش مين تقول لي غير ملغى وين على بالي انا لا صح ولا لا، فاكتب لي الملغى بالقانون رقم كذا، يعني حتى يتاكد الامر جيدا وتكون المعلومه دقيقه جدا، يعني بهذه الطريقه يعني عاود كتبته هنايا، شوف هذه كلها امثله لبعض النصوص القانونيه قوانين، والترتيب زمني يعني من الاقدم الى الاحدث نعود معاه، شوف هذه نصوص تنظيميه هنايا نفس الشيء نتبع نفس الطريقه حتى في النصوص التنظيميه، شوفوا مرسوم المؤرخ في كذا جريده رسميه المعدل ونديروا اخر تعديل، اذا كان تعدل مرتين فقط ما عليش نكتبوا هذوك التعديلين فهم شي بزاف، شوفوا هذه امثله يعني تاخذ نفس الحكم، تاخذ كلها نفس الحكم فهم، اذا هذه بعض النصوص القانونيه فهم مهم، انا اتمنى انها تكون قد تكونوا فهمتوها يعني بشكل جيد، هذا اذا فيما يتعلق بالنصوص القانونيه، هذه هنا فيما يتعلق بمواقع الانترنت مراجع الانترنت المتمم. حتى نعم المتمم المعدل والمتمم، المعدل والمتمم المقصود بالمتمم كيف واش المقصود؟ بالمتمم يعني تمم يعني بمعنى أضيفت له مواد، أضيفت له مواد يعني هذاك القانون في بعض الأحيان تشوفوا دي فوا تشوف قانون هكا قال المادة خمسة مكرر واحد، المادة خمسة مكرر اثنين، مكرر ثلاثة، هذا هو التتميم، هذا يعني زادوا له مواد، والمعدل المعدل تلقى ماده مثلا خمسه يعدل فيها زاد فيها سطر نقص منها، هذا تعديل، بصح التتميم مفهوم موديفي يقولوا احنا باللغه الفرنسيه موديفي اي كومبليتي مفهوم، موديفي تعديل كومبليتي هكذا باللغه الفرنسيه كومبليتي كومبليتي معناتها اتمم يعني زد مواد، هذا هو الفرق
فاهم؟ التعديل انه ماده قال مثلا الماده الخامسه زاد فيها فهم نقص منها زاد فيها يعني ماده خمسه قاعد شو زاد فيها ولا نقص منها صح قاعد تغير ماده خمسه بصح التتميم قال زاد مواد واحد اخرين جدد خمسه مكرر خمسه مكرر واحد خمسه مكرر اثنين خمسه مكرر. هذا هو فهم. بالنسبه للمواقع هذه تكلمنا عليها شحال من مره في الحقيقه ولكن احنا غير باش احنا كنا قلنا اكتو مثلا قبيله جبتكم مثال تاع هذا الكتاب تاع الدكتور صالح طاليس هذا الكتاب هذا كتاب مصور ضوئيا هذا فهم سكاني هذا كتاب يعني مسكاني كما نقولوا حنايا مسكاني بطريقه احترافيه يعني جيده تشوفوا هو ورقي كتاب اصله ورقي شنو مسكانينا دوك انا كيما هذا لا يحتاج ان اكتب الموقع لانه فيه كاع المعلومات وكانه كتاب ورقي بين يدي مفهوم هاك شوفوها شوف هذا باين باللي مسكاني شلون مسكاني بطريقه احترافيه مفهوم دوك هذا انا نكتب المعلومات اللي فيه وكانه بين يدي مفهوم ما نكتبش الموقع تاع الانترنت موقع تاع الانترنت نكتبوه يعني كيما شفنا قبيله فيما في اتفاقيات دوليه في تقارير في ندوات مفهوم ربما في مقالات كما شفنا مجلات لانه اصلا هذوك المجلات الان ما راهيش تصدر مكتوبه راهي غير الكترونيه مادام الكترونيه نكتب الموقع الرابط نتاعها يعني الانسان باش ما نطولوش في هذه النقطه بزاف لانه تكلمنا فيها شحال من مره مواقع الانترنت نكتب المواقع دوك انا هذا كما قلت الكتاب مسكاني ما نحتاجش نكتب الموقع اكتفي بالكتاب بالمعلومات فيه المؤلف العنوان دار نشر بلد السالة الصفحة لأنه ورقي أصله ورقي بصح المعلومة اللي أصلها إلكتروني تم نكتب الموقع هذا هو تقريبا الفرق ما كانش يعني حاجة كبيرة في يعني باش الإنسان ما يخلعش يعني في هذه الأمور الإلكترونية إذا أنت تعرف وحدك بي دي اف هادو أغلبهم تلقاهم سكانين إذا أكتفي بالمعلومات اللي في الكتاب. شفت يعني أنه كما كاين مذكرات كاين رسائل إلكترونية يعني من تحلها تعرف باللي هذه إلكترونية ماهيش مسكانية. تما نكتب الموقع فقط. والموقع نديرو في الأخير يعني كما شفتوا في الفون. إذا نظن حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا. إذا كان فيه بعض الأسئلة لبعض الزملاء نظن بن علي يعني كان حاب يدخل اذا كنت معنا بن علي السلام دكتور نعم تفضل بن علي بغيت نسقسيك دكتور عندي واحد السؤال على المناقشه التهميش على المناقشه اسكو هو التهميش نتاع المصادر والمراجع مناقشه تاعش كي تكون التهميش تاع مناقشه التهميش تاع مناقشه اي مناقشه تكون تبغي تبدي منها معلومه ما كاش حاجه يقولوا لها مناقشه احنا المراجع راهم باينين بصح كيما خطر اللي فات مع الاستاذ سودي عطاني سؤال قال لي زعما التهميش تاع المناقشه نتاع المداخله صافي الله لا مداخله اسمح لي كيف مداخله فاش في ملتقى في مؤتمر في ملتقى ايوا دوك مداخله في مؤتمر راه صار لها كيما المقال في مجله المداخله دوك انت ما تنجمش تدي المداخلات التي لم ترسم مفهوم يعني يليق المداخله اللي تدي بها يليق تكون مرسمه واش معناتها مرسمه معناتها تكون معتمده هذاك الملتقى يكون معتمد وتنشر اعمال ذلك الملتقى تنشر مفهوم لما قلت تنشر دوك حنايا شحال من ملتقى رانا قمنا بنشره يعني نشر المداخلات هذيك في كتاب مفهوم كتاب في بعض الاحيان يسموهما لي بروسيدينغ مفهوم بروسيدينغ هذاك الكتاب يعني ينشر بالرقم نتاعو الدولي نتاعو وكذا ماشي غير هذا تدخل تجيب انت مداخله تاع ملتقى ولا سمعتها هذيك يعني غير معتمده يعني يجب ان تكون المداخله
مرسمة يعني معتمدة منشورة مفهوم منشورة. وما هي طريقة نتاع التهميش تاعها أستاذ؟ طريقة التهميش نتاعها يعني أنت شاد تكتب اسم صاحب المقال مداخلة العنوان ياك اكتب فيها يعني اسم صاحب المداخلة فاصلة العنوان فاصلة ودير منشور يعني مداخلة منشورة في وتكتب كاع المعلومات المؤتمر الدولي حول كذا كذا المنعقد نفس المعلومات تاع نفس المعلومات تاع المراجع ولا المصدر مصادر تقريبا يعني ما يعني انت قلت لك منشور في في كتاب عن المؤتمر الدولي حول كذا تكتب عنوان تاع هذاك المؤتمر الدولي المنعقد بتاريخ كذا بجامعة أضرار فهم يعني راك بينت ساي عطيت يعني تبين كاع المعلومات يعني تعطي المعلومات الكافية اللي تخلي أي واحد لما يقراها ما يحيرش يقول لك ودوك أنا هاد المداخلة وين جاية وين كذا أنت تكتب له كل شيء قال اسم شكون الذي تدخل العنوان تاع المداخلة المنشورة في منشور عن المؤتمر الدولي حول كذا كذا المنعقد بتاريخ كذا بجامعة أضرار تكتب المكان المداخلة أستاذ تكتب المكان المداخلة ها وجامعة ها وين يعني موجودة تلقاها موجودة ماشي أنت اللي غادي تلقاها موجودة في الكتاب هذاك المنشور تلقاها موجودة مفهوم مانيش عارف دوك انا راه عندي هنا امثله كاين انا حملت بعض المناشير هنا والله مانيش عارف كتاب جماعي باش ما تاخذش الوقت مني بزاف مانيش عارف راني دايرها بصح راهي موجوده عندي هنايا بعض الامثله ل كتب شوف هذه مشروع كتاب هذا كتاب جماعي هو كاين مؤتمرات وكاين حتى ما يسمى بالكتب الجماعيه وانا ما عنديش هنا مثال على مؤتمر بصح تلقاها كيما شوف صار لها كيما هذا الكتاب دوك نشوفوا هنا كتاب جماعي ايوا هذا مثلا كتاب جماعي دوك نفتحوا هنايا شوف هذا مثلا هذا كتاب جماعي هذا كتاب جماعي شوف هذا غير هذا هذه دعوه لكتاب جماعي كاين واحد الكتب جماعي انا عندي الصفحه الاولى القالب للأسف يعني ربما شوف هذه قاعدة دعوات هذه دعوات يعني بمعنى أنت تلقاه موجود مكتوب يعني مكتوب في الصفحة تاع المنشور تلقاه موجود هكا تلقى هذه المعلومات قال جامعة محمد بودياف كلية الآداب مخبر الدراسات تلقى العنوان عنوان تاع صالح بالعيد باحث لغوي فد عاش لخدمة كذا فاهم تاريخ يعني هذه معلومات بمعنى التي لما يقراها الانسان يعرف بلي صاي المعلومات هذه كافيه عنوان تاع الملتقى اذا كيما نرجعوا للملتقى عنوان الملتقى التاريخ تاعو المكان تاعو هذه كلها من النقاط مهمه جدا انت من تعطيني تغيير العنوان والتاريخ بدون ما تبين لي وين دار هذا الاخر هذه معلومه ناقصه فهم هذه معلومه ناقصه وبالتالي يصبح المرجع غير موثوق فهم؟ ولا تعطيني العنوان والبلد وما تعطيني السنة هذا يعتبر كتاب أو منشور غير موثوق وهكذا فهم؟ يعني الإنسان دائما يقول يتحرى الدقة يعني وهذا من يعني هذا من أساسيات المراجع خصوصا لما تكلم كما قلت أنت المؤتمرات ولا الكتب الجماعية ولا الايام الدراسيه ولا هذه كلها شوالا لا تكون موثوقه لما اقول موثوقه معناتها تكون بمعلوماتها هذه وتكون منشوره ماشي غير هاك تروح تجيبها غير هاك كما قلت انت ربما حضرت ملتقى ريحت هكذا وراك تسمع في مداخله هذه غير موثوقه هذه هم هذه معلومات غير موثوقه ما تهم مداخله من مجلس نهمشوها استاذ تهمش بصح اذا كانت في كتاب منشور معتمد يعني كتاب منشور ومعتمد بالرقم تاعو بكل شيء
شكرا استاذ على المعلومة. العفو ان شاء الله. إذا هل من أسئلة أم ربما نكون دكتور. قد نعم نعم تفضل فيما يخص عبيني عبد العالي. نعم فيما يخص الصفة العلمية للكاتب. نعم كان 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 بعض الأساتذة يقول لك ما تضيف هاي. إيه إحنا هذا هو إحنا مع احتراماتنا يعني لتلك الآراء أنا قلت لك يعني يعني بأي حق الباحث أو الطالب ينزع هذه الصفة أو الرتبة اللي هي موجودة في الكتاب. يعني أنا لم أجد أي مسوغ أو أي مبرر يخليك تقلع هذه الرتبة. ما كاش أنت قيتو داير دكتور على تقلع حاله على تقلع حاله هذا كينجم يعني هذه تنجم دير مشكلة ودارت مشكلة. أنا حضرت شخصيا لحالات كما هكذا بعض الأساتذة قلع السيفة نتاع أستاذ كان حاضر في في لجنة مناقشة. أنا كنت حاضر فيها لجنة مناقشة وفي اللجنة تاع المناقشة كان أستاذ معنا أشار له الطالب طالب الدكتوراه في بحثه وقلع له هذيك السيفة الرتبة هذيك. هذاك الأستاذ قال له أنا أحتج هكي بأي حق تقلع لي الرتبة؟ أنا كتابي قال شت فيه دكتور على تقلعه خليها دكتور. يعني بمعنى ما يعني أنت لما تقلع حازع ماك واش خاطش كاين. صحيح أنا ما يعني طلعت على بعض كتب المنهجية كتب منهجية عريقة يقول لك ما تديرش الرتبة ولكن لم أرى مبررا لم أرى مسوغا يقول لك قاع كيف كيف. شكون قاع ماشي قاع كيف كيف ماشي قاعد الرتبة هذه علمية هذه ماهيش مجاملة. إنسان ما يدير لك دكتور ولا يدير لك حتى شيخ كلمة شيخ أو كلمة الإمام هذه ليست مجاملة هذه رتب علمية وبالتالي هي من صميم العلم لا يمكن يعني أن ننزعها هكذا يعني من دون أي لأنه المشكل وراها. المشكل أنك حينما تنزعها بس أنا هذه تخليها ما كاش مشكل. قال أنا يا قيت دكتور كاتب دكتور نقدر نخليها دكتور ما درش دكتور ما نديرش دكتور. هذه من باب الأمانة العلمية مفهوم. هذه من باب الأمانة العلمية ومن باب احترام الرتب العلمية لأصحابها كما يقولوا الشاذ دكتور. نعم نعم تفضل بركة تفضل. كما يقولوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم يعني تقريبا راه داخلة في هذه الأمور أكيد. لا احترام هذا يعني من باب الاحترام من باب الآداب والأخلاق العلمية مفهوم. كي يعتز بالرتبة نتاعو كيفاش جيت يا في رأس. نعم حني. السلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمة الله. دكتور أنزلوا الناس ما نازلهم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من باب الشرع قلت لك يا دكتور أنزلوا الناس ما نازلهم. صحيح 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 من باب الاحترام من باب الاحترام ومن باب الاحترام والتقدير يعني هو شوف هو علاش قلت لك يعني السيدي لأنه هو دارها ماشي انت اللي غادي. هذا ماشي انسان راك تلاقيته تقول له السلام عليكم سيادة هذا هو راه دايرها هو راه دايرها في كتابه راه داير دكتور راه داير شيخ راه داير إمام راه داير علامة راه داير كذا نكتبها يعني ما لا يعني ما المؤكد المحامي كذا تجي انت تقلع حاله بأي حق. وكاين الناس اللي ما يديروش هو دكتور بصح هو ما يديرش لما تقرا كتاب تاعو الاخر ما دايرش دكتور نخليها كيما هكا بمعنى انا انقلها بأمانة يعني لا
وسواء كان ذلك الأمر يعني في لما تكتب المرجع ولا حتى الداخل يعني في المتن، لأنه وانت راك تحلل مثلا في كاش معلومة وتقول ويقول فلان، كاين بعض المنهجين يقول لك لا لا تذكر الرتبة. أنا شخصيا إذا كان هذا الذي استندت إلى رأيه وخديت هذه المعلومة من الكتاب تاعه وكان هو كاتب الرتبة العلمية، اللي تخلي الرتبة العلمية حتى في المتن، مفهوم؟ حتى في المتن قال دكتور ندير دكتور، ما قالش دكتور ما نديرش دكتور، وهكذا وانتهى الأمر، يعني ما فيها حتى مشكل هذا. فهم أستاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، مراجع الانترنت في قائمة المصادر والمراجع، هل تعتمد ترتيب معين ولا؟ لا، في موقع مواقع الانترنت ما كاش حاجة ترتيب هكذا واضح، ولا يعني يمكنك انك تضعها عشوائيا، يعني ما لانه ما كاش حاجة اللي على اساسها ترتب ولا دير. مفهوم؟ إذا لقيت أنت حاجة بعيدة معينة، بس بصح أنا لا أرى، يعني ما لقيتش حاجة اللي تخلي أنك ترتبها ترتيبا معينا، حتى يعني ترتيب حسب الأهمية، وفي بعض الأحيان ما فيش فايدة كبيرة. مفهوم. أستاذ، بالنسبة للمداخلة، إذا كان الاقتباس من مداخلة مبهمة، هل يعتمد الباحث الاقتباس؟ شوف، هي المراجع الشرط الأول فيها والأساسي أن تكون موثوقة. هذا الثقة هذه اللي في المرجع تستمده من المعلومات الكاملة التي يجب أن تكون. دوك أنا مين تكلمنا قبيلة، قلنا عن المداخلات، يعني باش تجيب مداخلة تاع ملتقى ولا مؤتمر ولا، يعني نشوفوا هذاك المداخلة هذيك، يعني هذيك المداخلة من جبناها. يعني الان الحمد لله مع المداخلات والملتقيات يجب ان توثق فاش في منشورات، يعني كل ملتقى ينتهي بمنشور، هذاك المنشور هذاك يعني في شكل كتاب، ينشر فهم ويرتب وينظم، وفيه ترقيم دولي تاعو، ونكتب المعلومات كاع نتاعو، العنوان، اسم المتدخل، عنوان المداخلة، عنوان المؤتمر، زمنه، مكانه، إلى غير ذلك. الصفحة، لأنه راح يصفح كما المقال، صفحة من كذا إلى كذا، يعني هذا ضروري، ما نجيش غير نحطوها كمداخلة وصايد، هذه غير موثوقة هذيك. إذن حتى لا أطيل أكثر من هذا، أشكركم أبنائي الطلبة بناتي الطالبات على حضوركم وعلى بقائنا إلى هذا الوقت المتأخر، إن شاء الله نتمنى أن يكون قد ربما أفادكم واستفدنا كذلك من ملاحظاتكم واستفساراتكم، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله تعالى غدا الثلاثاء كذلك في نفس التوقيت، يعني مباشرة بعد صلاة التراويح. قد نتكلم إن شاء الله عن موضوع آخر اللي هو التعليق على الأحكام والقرارات القضائية، وإذا كان حاولنا نكمله في حصة، الحصة اللي وراها نديروا مذكرات الاستخلاصية، وهي من المواضيع ربما التي يجهلها الكثير من الطلبة، نحاول إن شاء الله إذا كان قدنا الوقت في حصتين غدا نتكلم على هذا الموضوعين بإذن الله تعالى. وشكرا مرة أخرى، وبارك الله فيكم، وسحوركم مبارك إن شاء الله تعالى.